أهلاً بكل متابعين يوم سعيد. النهاردة هنتكلم عن الحالة الفلكية ليوم الجمعة 20 سبتمبر، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية هيكون إيه طول اليوم ده على كل الأبراج. يوم الجمعة 20 سبتمبر اليوم بيبدأ والقمر موجود في برج الحمل، بس بيتنقل لبرج الثور الساعة 12:03 الظهر. اليوم كمان بيبدأ وكوكب أورانوس بيتراجع في الثور، والمشتري موجود في الجوزاء، والمريخ في السرطان، والشمس وعطارد في العذراء، وفينوس في الميزان، وبلوتو بيتراجع في الجدي، وزحل ونبتون الاثنين بيتراجعوا في برج الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل، عندكم القمر موجود في برجكم لغاية الساعة 12 الظهر، بيديكم سحر وجاذبية، وبس بيتنقل بعد كده من بعد 12 الظهر لوضع يخلي تركيزكم أقل. فأنتم محتاجين في الوقت ده تراجعوا كويس كل خطوة بتعملوها، وتراجعوا كويس حساباتكم عشان ما تقعوش في أي أخطاء تتسبب ليكم في خسائر. نروح بعد كده لبرج الثور ومواليد الثور. عندكم القمر بيدخل برجكم الساعة 12 الظهر، وفي الوقت ده بيبدأ يبقى عندكم طاقة بدنية أفضل، وعندكم نشاط وثقة بالنفس، وتعرفوا أنكم تفرضوا إرادتكم ورغباتكم بذكاء، وكمان تعرفوا تكسبوا الإعجاب بيكم بسهولة، وخصوصا إعجاب الجنس الآخر. نروح بعد كده للجوزاء ومواليد الجوزاء. ابتداء من الساعة 12 الظهر ممكن تلاقوا انه طاقتكم البدنية اقل، فانتم محتاجين في اليوم ده انكم تاخدوا وقت كافي من الراحة، ومن حقكم انكم تسترخوا وتنظموا وقتكم وطاقتكم، محتاجين تشحنوا طاقتكم، وكمان ما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة لانه الطاقة ما هياش كبيرة. النصيحة المعتادة كمان اللي بقولها للجوزاء دايما، حافظوا على السرية والكتمان، بلاش تعلنوا خططكم ولا تتكلموا عن اخباركم، وابعدوا عن الفخر بنفسكم وبانجازاتكم. نروح لبرج السرطان ومواليد السرطان. عندكم من اول الساعة 12 الظهر بيبدأ يبقى عندكم تركيز هايل، وكمان طاقة حلوة وروح تفاؤل، كل ده يساعدكم انكم يبقى فيه لقاءات حلوة، هو يوم حلو انكم تقدروا تعملوا فيه صداقات جديدة موفقة، او تخرجوا مع الاصحاب وتنطلقوا، هتستمتعوا بوقتكم، ويبقى فيه تبادل فكري مفيد بيجمعكم باصحابكم، وكمان تلاقوا اصحاب مخلصين بيقفوا جنبكم ولو بنصايح مخلصة. نروح بعد كده لبرج الأسد ومواليد الأسد. عندكم القمر في وضع معاكس من أول 12 الظهر، فلازم تاخدوا بالكم. لو عندكم شغل يبقى لازم تشتغلوا بدقة عشان ما تقعوش في أي أخطاء تتمسك ضدكم. مهم كمان في التعامل مع كل الناس اللي حواليكوا أنكم تحافظوا على اللباقة. ممكن تبقوا من أول الساعة 12 الظهر بتميلوا للانفعال وللغضب بسرعة، فما تسيبوش نفسكم للغضب يسيطر عليكم قدام أي استفزاز. هو بالفعل ممكن تكونوا عرضة للاستفزاز، بس حاولوا تكونوا متماسكين، وحاولوا كمان ما بلاش تتواجدوا مع ناس مستفزة من الأول، وبلاش تثيروا أي موضوعات شائكة تعمل لكم صدام مع اللي حواليكم. نروح لبرج العذراء ومواليد العذراء. عندكم من أول الساعة 12 الظهر يوم هايل، يعتبر من أفضل الأيام بالنسبة لكم، وتقدروا في اليوم ده انكم توصلوا لأهدافكم وتاخدوا قرارات مظبوطة، ويوم حلو كمان في السفر لو عايزين تعملوا رحلة أو سفر، أو تخططوا لرحلة أو سفر. نروح للميزان ومواليد الميزان. بلاش تغامروا لغاية الساعة 12 الظهر، لكن من أول 12 الظهر عندكم تركيز حلو، عندكم أفكار ملهمة تساعدكم تزودوا مدخرات أو أملاك أو تزودوا دخلكم، عندكم رؤية أوضح لمستقبلكم، وده يساعدكم تخططوا حلو لمستقبلكم المهني.
نروح بعد كده للعقرب ومواليد العقرب، لازم تاخدوا بالكم ابتداء من الساعة 12 الظهر، لأن الرؤية مش واضحة بالنسبة لكم في أي حاجة، فلازم تتأنوا جدا في قراراتكم في الفلوس أو في الشغل أو في الحياة الشخصية. ما تتسرعوش وما تصعدوش المواقف، ومهم قوي تكونوا منتبهين لحقوقكم طول الوقت. ضروري كمان في الحركة وفي السواقة تتحركوا بالراحة وتسوقوا بالراحة حفاظا على سلامتكم. نروح للقوس ومواليد القوس، القمر في منزل الصحة الإيجابي، وطول اليوم الحقيقة مواليد القوس عندكم طاقة عاطفية وعندكم طاقة بدنية تساعدكم أنكم تأثروا في الجنس الآخر وتقوموا بالواجبات اللي عليكم على أكمل وجه، سواء كانت واجبات مهنية أو منزلية أو عائلية. نروح بعد كده للجدي ومواليد الجدي، عندكم القمر في منزل الحب من أول الساعة 12 الظهر، فمواليد الجدي تقدروا أنكم تقووا علاقتكم، يبقى في حالة حب وانسجام مع الشخص اللي انتم مرتبطين بيه، ده من أول الساعة 12 الظهر. كمان لو عندكم أولاد هو يوم هايل للتواصل وللتفاهم بصورة أفضل مع أولادكم. لو عندكم شغل هتعرفوا تثبتوا نفسكم في كل عمل بتعملوه. نروح للدلو مواليد الدلو من أول 12 الظهر، خدوا بالكم ممكن تكونوا عرضة لصدام مع الأهل أو القرايب أو الأصحاب، فحاولوا تحافظوا على اللباقة طول الوقت. نروح بعد كده لبرج الحوت ومواليد الحوت، القمر في منزل العلاقات من أول الساعة 12 الظهر، بيديكم لباقة ودبلوماسية وتعرفوا تتصرفوا حلو في كل المواقف. عندكم يقظة هتساعدكم انكم تعرفوا تحموا نفسكم وتتكلموا حلو في كل حاجة بتقابلكم. عندكم كمان قدرة على الإقناع وقدرة على التفاوض تساعدكم انكم تقنعوا أي حد بأي فكرة عندكم، وكمان تتفاوضوا على أي حقوق ليكم. إن شاء الله يكون يوم حلو على كل الأبراج، وبكرة يوم جديد ويوم سعيد.